فإنه إن عُثر على الساحر سواء كان ساحراً ذكر أو ساحرة أنثى فإن الحكم في الساحر من حيث الدنيا إذا قُبض عليه يُقتل، لما ثبت عن جندب وحفصة وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولذا قال عمر: اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وليعلم أن هذا يستوي فيه من يستعين بالجن ومن لا يستعين به. لما؟ لأن جندب الخير رضي الله عنه لما رأى ذلكم الرجل الذي يقتل رجلاً ويقول له قم أتى إليه لأنه سحر أعين الناس فقتله، فقال: أحيي نفسك إن كنت صادقاً، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فدل هذا على أن توبة الساحر لا تقبل من حيث الدنيا. كيف؟ بمعنى أنه يقتل، لكن إن تاب بينه وبين الله فتوبته مقبولة إن كان صادقاً. أما في الدنيا فما علينا إلا الظاهر، سواء قيل إنه استعان بالشياطين أو لم يستعن بهم. لما لا يترك إذا قال أنا تبت؟ الجواب: لو ترك كل من قبض عليه وعثر عليه لشاع الفساد والإفساد في الأرض، فإن هؤلاء كذبة، فلربما إذا أراد أن يتخلص من العقاب قال تبت. فإن كانت توبته صادقة فهي مقبولة عند الله عز وجل فيما بينه وبين الله، لكن إن عُثر عليه في هذه الدنيا فإنه يُقتل حتى لا ينتشر الفساد والإفساد في الأرض. وذلك لأن المحاربين، وهم محاربون مع أنهم مسلمون وهم قطاع طرق، من بين الأحكام الشرعية أنهم يقتلون مع أنهم ليسوا بكفار،